من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. لا يخلو من لا يشرك بالله شيئا من حالتين، إما أنه لا يشرك بالله شيئا وهو بعيد عن المعاصي والكبائر ومحافظ على الواجبات، أو يكون لا يشرك وعنده عند بعض المعاصي. هل كلاهما يشملها الحديث؟ يشمل قوله ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، مثل الآية التي ذكرتم المقتصد والسابق والخيرات. أيوة. فهل يشملهم كلهم أو لا؟ الجواب نعم، نعم يشملهم. الذي مات وهو لا يشرك بالله شيئا ومكمل لتوحيده ومكمل لإيمانه وبعيد عن الكبائر ومحافظ على الواجبات، هذا إلى الجنة مباشرة بدون حساب ولا عذاب. الله أكبر. ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا لكن عنده بعض الكبائر التي دون الشرك التي قال الله عنها في الآية التي في صدر هذه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معرض للعذاب، معرض للعقوبة، وإن عذب أكمله لا يخلد، لا يخلد، وإن عذب لا يخلد، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر. أما من لا يشرك بالله شيئا فهذا إن عذب فإنه لا يخلد. ولهذا دخول عصاة الموحدين للنار هو ليس كدخول الكفار، الكفار دخولهم للنار للعذاب الأبدي الدائم السرمدي المستمر، أما هؤلاء دخولهم في النار من أجل التطهير، يدخل ليطهر من ذنوبه. أما المشرك فالشرك ما تطهره النار، الشرك ما تطهر، ولهذا يبقى فيها أبد الآباد. لكن المعاصي التي دون الشرك هذه إذا دخل صاحبها النار فإنه يعذب فيها تطهيرا وتنقية، ثم من بعد ذلك يكون. ولهذا جاء في الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم، في ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار إذا دخلوها، نسأل الله العافية والسلامة، قال أن النار تميتهم إماتة ويتفحمون فيها. أهل الكبائر يتفحمون، يصبحون قطع من الفحم، يتفحمون وتميتهم إماتة، ثم يخرجون ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات. ولو سألتكم لماذا يخرجون جماعات جماعات، لماذا لا يخرجون دفعة واحدة أهل الكبائر؟ إيش تقولون؟ يعني ربما يتفاوت كبائرهم، تفاوت كبائرهم، ليس هم على درجة واحدة، فيخرجون ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، دفعات دفعات، بحسب الأقل ثم الأكثر ثم وهكذا. ثم يلقون كما جاء في الحديث وفي الصحيحين، يلقون في نهر الفردوس في الجنة. هذه القطع المتفحمة تلقى في نهر الفردوس، فيحيون بمائه، يقول عليه الصلاة والسلام، كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل إذا جاء للوادي وفيه حبوب، في الوادي حبوب، ماذا يصنع بها السيل؟ يحملها وتكون طافية عليه، ثم يطرحها على جنبتيه، ثم تنبت. هذا يعرفه أهل البادية، يعرفون أن في بذور في الوادي والسيل يحملها ويلقيها على جنبتيه فتنبت. لكن أنت والإنسان العادي إذا جاء عند الوادي ويشوف الأخضر ما يدري وين جت البذور هذه، وإلا كانت أساسا مكان السيل، هي كانت في الوادي، كان مجرى السيل، كانت في الوادي. ولهذا أحد الصحابة لما سمع هذا الحديث قال كلمة لطيفة، قال سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية. سبحان الله، لأنه هذه معلومة يعرفها البادية، قال كأنه عاش في البادية. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمثلة، لأن الأمثلة تقرب المعاني، تجعل بمثابة الأشياء المشاهدة المحسوسة. فعلى كل حال هذا